الأعزاء، كل عام وحضرتكم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك عليه وعلينا جميعاً باليمن والبركات. دايماً لزملائي الأعزاء المحامين الجدد لما نيجي أول محاضرة ليهم، نص المادة الأولى من قانون المحاماة بينص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة. الكلام بتاعي ده تأكيداً للكلام اللي قاله النقيب هشام زين. لما يكون نص المادة الأولى من قانون المحاماة تنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، هي ذات نص المادة عند وضع الدستور المصري، وكان من ضمن وضيع هذا القانون الدستور النقيب الأستاذ سامي عاشور، فصمم على أن هذه المادة، المادة الأولى من قانون المحاماة، نفس المادة الأولى من قانون المحاماة هي نفس المادة 198 من الدستور، عمل باب اسمه باب المحاماة. كان أول مرة في تاريخ الدساتير المصرية أن يكون في باب اسمه باب المحاماة، وضعه النقيب سامي عاشور وخد نفس نص المادة الأولى من قانون المحاماة ووضعها أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع. طيب لما يكون المحاماة مهنة حرة وتشارك السلطة القضائية، يبقى لابد أن المحامي يكون مظهر وجوهر، مظهره يليق به أن هو محامي وشريك للسلطة القضائية. مش معقولة ينفع أن محامي أو محامية يخش المحكمة أو النيابة أو أقسام الشرطة بلبس لا يليق به أنك أنت محامي وتشارك السلطة القضائية. فزي ما قال النقيب الأستاذ هشام زين، أن لو أنت عندك إحساس أنك أنت أقل من وكيل النيابة أو القاضي، يبقى مش عاجبك في نقابة المحامين. هذا من ناحية الشكل. أما من ناحية الجوهر، لابد أن المحامي والنقابة عاملة دورات في كل فروع القانون، زي ما قال الأستاذ عبد الجواد أحمد إنه عامل دورات، دورة مش عارف 13 ولا 14 في وكلاء المستثمرين، والأستاذ ماجد حنا عامل دورات في القضاء في البروتوكول، عامله مع المؤسسة العسكرية في الأكاديمية العسكرية بتؤهل المحامين. ولذلك أنا بقول للزملاء المحامين، لابد إنك أنتم تؤهل نفسك تأهيل جيد. نقابة المحامين لها بتعمل دورات في كل فروع القانون وفي التحكيم وكله. ولذلك علشان النهارده لما تيجي النهارده تيجي بعد كده تجدد الكارنيه، اقول لك انت كنت شغال ولا كنت شغال. نقابه المحامين بتنقي نفسها، بتنقي الجدول سنه بسنه. يعني النهارده انا بقول لك يا زميل، لابد ادام اتخرجت وادام قدمت في نقابه المحامين، اشتغل بمهنه المحاماه. هتشتغل بمهنه المحاماه، هديك تعظيم سلام وهتيجي تجدد الكارنيه بتاعك زي الفل، مفيش مشاكل. لكن انك انت تاخد الكارنيه وتدور على مهنه اخرى، فالاحسن لك من دلوقتي انك انت مش هتعرف تجدد الكارنيه بعد قيدك ابتدائي الا بان كنت موجود الضوابط التي وضعتها نقابه المحامين في التجديد. انا مش هطول علشان وصل الاستاذ مصطفى البنان عضو مجلس النقابه العامه ومقرر لجنه الشؤون السياسيه عشان يلقي كلمته، وكل عام وحضرتك بخير.